مرة ثانية فضيلة الشيخ أبو عبد الله، قبل قليل سألنا الشيخ صالح عن أن والدته أحرمت عن طريق جدة وعليها جوارب، وعندما وصلت إلى الحرم سمعت بعض الناس ينكرون عليها لبس الجوارب، فما صحة ذلك؟ مأجورين. المرأة لا حرج عليها في لبس الجوارب على الرجلين، أما على اليدين فلا يجوز، القفازان على اليدين لا تلبسهما المحرمة، وأما الجوارب فلا على الرجلين فلا مانع منها، بل هي أحسن لتسترها. نعم.